ناخد التليفون ونسال. اتفضلي بقى استاذه هبه. اتفضلي منى. ايوه ازيك عامله ايه؟ حضرتك كان في دلوقتي موضوع اللي هو الخيانه او انه يتجوز عليا. حضرتك انا ارجح ان هو يتجوز احسن ما يخون. انت ترجحي ان هو يتجوز بس ما يخونش؟ طيب هي مش الجواز دي خيانه ليكي ان هو اتجوز عليكي؟ انت ممكن تبقيش عارفه. حضرتك المشكله دلوقتي مش مشكله ان يكون او يتجوز، مشكله حضرتك ان دلوقتي لما منى معلش ممكن توطي التلفزيون عشان تسمعينا كويس واحنا نسمعك كويس. طيب حضرتك دلوقتي المشكله انت سامعاني؟ ايوه. حضرتك دلوقتي المشكله في انه ما يخونش او يتجوز، يعني يخون او يتجوز. المشكله دلوقتي ان الحياه لما بتستمر بتحصل فيها ملل، الملل ده بيؤدي الى حاجه من الاثنين، ان هو لا اما يتجوز حاجه جديده لا اما يخون كتجديد للحياه. طب انت شايفه ان ممكن، يعني انت ما عنديش مشكله ان هو يتجوز؟ لا يتجوز احسن. بس انت شايفه ان يعني فكره ان هو يتجوز ما فيش مشكله فيها، يعني دي ده شيء عشان الملل. طب والست تعمل ايه يا منى؟ طيب يعني طب يعني طب الراجل بيمل. انا بصراحه الكلام جاي على هوايه فمش عايز اتكلم. الكلام جاي على هوايه وانا كمان مبسوط. خد في حنانك خد. اتفضلي يا استاذ منى. للاسف اللي انا بشوفه بالامانه ان كل واحد بيتجوز واحده بيتمسك بيها دي ام الاولاد، وانا اشوف نفسي بقى في مكان تاني، ودي مشكله المفروض يعني ان احنا نتكلم فيها ونتكلم بصراحه، لا في صف الرجاله ولا في صف الستات. حلو. بالامانه ان الحياه لما بتستمر مثلا 20 25 سنه بتبص تلاقي الراجل عايز يجدد حياته، ماشي ده حقه. المشكله اللي هو مش عارفها ان اللي قدامه بقى راضيه تكمل معاه ولا لا. بس برضه لازم يسالها قبل ما يعمل حركه زي دي او يفكر يتجوز، لازم يقعد يسالها وهي تقول له ليه والاسباب ويكون اسباب مقنعه. المفروض تكملي معايا ولا انا عايز اجدد حياتي واتجوز؟ مجاز هي كمان عندها ان هي تجدد. بس هي مش من احقيه الراجل مع استاذه منى، هو مش من احقيه الراجل اللي هو يجدد حياته والست دي تفضل زي ما هي ما تجددش حياتها. دي انانيه. طب ما تجددوا حياتكم مع بعض. صح. ممكن تجددوا حياتكم مع بعض، يعني انتوا خلاص الولاد كبرت. طالما هو اتجه اساسا لفكره الزواج من اخرى يبقى كده خلاص بدات عايز حياه جديده، عايز تجديد. الحياه بتبقى ممله. لا والله ولا تجديد ولا ممله، هو عايز يشوف حياته هو يلعب رياضه بس وهيبقى زي الفل. شكرا يا استاذه منى على التليفون. هي مدام منى ان هو تطرقت لحته مهمه جدا، بتجيلي حالات كتير جدا هي اللي تلاقي المبرر اللي يبنى عليه اقامته بعلاقه باخرى اللي هو الملل. يعني هي قالت الملل دي حاجه معنويه، انما في ناس بتمسك في حاجات ماديه ملموسه. يعني تجي لي واحد تقول لي انا بخلفش مثلا، من حقه انه يتجوز عشان خاطر يخلف يبقى عنده ولد يشيل ورثه ولا كلام من ده. فهي اللي بتلاقي له مبرر وممكن هي اللي تختار له في بعض الاحيان بالمناسبه. يعني حلو. ده بتبقى حاله مشابهه لحاله مدام منى ان هي بتلاقي المبرر النفسي. في عندي مثلا مبرر تاني، الزوجه ممكن تبقى مريضه تقول لك انا مريضه فما اقدرش اؤتي له احتياجاته الخاصه. فعلشان كده هو يشبع احتياجاته البيولوجيه او الفسيولوجيه من حقه انه يروح يتجوز. او انا مريضه ما اقدرش اخليه يتخلى عني، عندي كانسر مثلا بروح اعمل علاج كيماوي باجي تعبانه ومنهكه محتاجه راجل في ظهري. طيب. حد يصرف على المرض.